سميتها المنطقة. شوف لاكسيدا الآن اليوم الآن لاكسيدا في الطريق الساحلي ديال تطوان الحسيمة. المنطقة شنو هذه سميتها؟ ترى تطوان الحسيمة. شوف لا حول ولا قوة، شوف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة بالسرعة وصل إلى بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله.